امير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، برحب بيك على شاشه دي ام سي. اهلا بيك يا ايه، انتوا اللي منورين الدنيا. يعني انا سالتك من شويه واحنا لسه بندردش قبل الهوا، قلت لي اول ما توجهت لي دعوه للمهرجان جيت على طول، ودي طبعاً اول مره احضر دوره لمهرجان القاهره السينمائي الدولي. انطباعك ايه النهارده في ليله الافتتاح؟ لا الحقيقه انا شايف البدايه رائعه وجميله، في حضور اعلامي كبير، فنانين كبار من كل مكان، تنظيم رائع، البدايه مبشره جدا جدا جدا. يعني تسمحي لي اهني حبيبي واخويا الفنان الكبير حسين فهمي على هذا اليوم الرائع اللي انا حاسس من البدايه انه فعلا مبشر بالخير. يعني اول ما شفت حضرتك كده داخل على السجاده الحمراء للمهرجان قلت اكيد الفنان هاني شاكر بيفكر يرجع للتمثيل وللسينما مره تانية. قولي ان توقعي في محله والجمهور اللي مستني يشوفك مره تانية في التمثيل. بصي انا بتمنى يعني، بس مش للسينما طبعا يعني، لا انا في بالي ان انا يعني لو لقيت عمل تلفزيوني جميل مشجع انا ما عنديش مشكله خالص في الموضوع ده. السينما شويه يعني الافلام الغنائيه الرومانسيه بعدت شويه عن اللي انا بتمنى كنت اقدمه في السينما. يعني في اعمال سينمائيه غنائيه كنت بتتمنى تقدمها؟ ما بتفكرش دلوقتي تقدم نوع ده من الاعمال؟ صعب، واضح ان بقول لك السينما في منطقه غير المنطقه اللي احنا يعني كنا اول ما طلعنا كنا بنتكلم اغاني رومانسيه، افلام رومانسيه، مواضيع كلاسيكيه جميله. لا الدنيا اختلفت شويه، لكن بالنسبه للدراما التلفزيونيه لا ممكن يتعمل حاجه جميله. بتجهز لحاجه دلوقتي بالفعل في الدراما؟ والله كتير، ربنا يسهل. استاذ ايمن سلامه محضر لي موضوع جميل جدا جدا، اخويا وحبيبي السيناريست والكاتب الرائع، فان شاء الله يا رب يخرج للنور قريب باذن اظن الله. ده خبر مهم جدا النهارده للجمهور الكبير للفنان هاني شاكر انه راجع مره تانية في عمل درامي. انا نفسي هنتظره. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فنان هاني شاكر على وجودك معايا النهارده. شكرا، ميرسي قوي قوي.